ونايمة ليا وسمعنا في حاضرين تحية نجمة ليا جمهور على معنا مرحبا بكم. شكرا جهوية بريس لجهة مدينة المحمدية مدينة سليمان باش تأجرنا وتعاوننا في هذا النشاط اللي قمنا به اليوم في افتتاح ديال الأنشطة الثقافية والفنية ديال جمعية لاكوميدي. اليوم كما كنشوفوا حاضر النخبة من الفنانين والصحفيين والمثقفين، اليوم هذا الحفل حفل افتتاح الأنشطة الثقافية بمساهمة مجموعة السهام، بمساهمة كوميديين صاعدين في المغرب هو توفيق السالمي وسعيد هروان، وجاء من مدينة الدار البيضاء الأستاذ والمنتج ديالنا سي مرجان هو المجموعة ديالو. اليوم كان تكريم ديال جوج ديال الفنانة، فنان صحفي وفنان رياضي، الرياضي ديالنا اللي كان التكريم ديالو هو حسام العمراني اللي خد ميدالية برونزية، والفنان ديالنا اللي كان التكريم ديالو هو الفنان حنيف الشرقي، وكان التكريم ديال الحاجة الأم ديالي بغيت نرد ليها غير شوية هو التكريم ديالها، واليوم غيكون الختام ديال هذا الحفل مع الفنان الجوكر عبد الحق. فاليوم شاركوا عبيدة رما الصداقة، شاركوا عدة فنانين، فدائما كنشكركم جزيل الشكر وكنتمناو نكونوا في حسن الظن ديالكم. وعبد ربي راه جد مسرور اليوم بهذا الحفل ديال الافتتاح، فهو حفل افتتاح يعني ماشي غير جمعية لاكوميدي بل المجتمع المدني بصفة عامة كذلك. شكرا جزيلا. السلام عليكم، معكم رشيد مرجان رئيس فرقة مرجان إيفنت لفن الطبول. المشاركة ديالنا اليوم مع الجمعية ديال لاكوميدي للفن والثقافات، جينا كانت المناداه علينا من طرف الفنان الكبير الشرقي السروتي، جينا حضرنا باش نشاركوا هذا الاحتفال ونشاركوا مدينة بن سليمان هذا الفرح الكبير، احنا والمجموعة ديالنا اللي الرئيس ديال المايسترو الفريق السي بدر والكسكوت الجميلة سماح. هذا كان شرف لنا نجي ونشرفوا ونعيشوا هذه الأجواء الرائعة هنا بمدينة بن سليمان. مرة أخرى كنشكروا ساكنة بن سليمان على الاستضافة الجميلة، وكنشكروا أستاذ الشرقي السروتي على هذه المناداة، وشكرا.